السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم حبيباتي في فيديو جديد قناة فنوحس. والنهاردة إن شاء الله بناء على طلبكم هنعمل التلاقيق أو الكنار أو الحلية دي حواف كروشيه لتزيين الملابس. ممكن تزيني تطولي بيها جيب أو تطولي بيها بنطلون أو تعمليها على حرف فستان أو تعمليها على ملاية أو تعمليها صدر فستان من فوق او تعمليها على روب او تعمليها في حرف بلوفر. طبعا تقدري تستخدمي الخيوط المتاحة عندك. انا قايلة في الفيديو كل خيط هتستخدمي معاه ابرة رقم كام، وتقدري تعمليها على حرف سرير التسريحة او المفرش سواء كان قماش او كروشيه للسفرة او السرير او للنيش ايا كان. بيتشبك بقى من هنا من الحلقات دي بس كان بالغرزة غدية وتبدأي تشبكي هنا. لو انتوا عايزين فيديو اوريكم ازاي تقدري التشبيك، انا عملت فيديو قبل كده بس ممكن اوريكم طريقة القنار ده تمام، ممكن اوريكم على عيني ان شاء الله. يا رب يكون ان شاء الله سهل عليكم. لايك وشير الفيديو، عايزة الفيديو يبقى كده حاجة كده جامدة. كل تعليقاتكم وبدعمكم ليا. نبتدي بسم الله. هشتغل بخيط مصر البيضة، وده خيط رفيع قطن 100%. ده هستخدم معاه ابره رقم 3 ستانلس او ابره رقم 2 من الالومنيوم، وهستخدم او هستخدم خيط ايزا ديفا، ده اسمك شويه اهو، وده هستخدم معاه ابره رقم 2.5 ملي متر، او هستخدم خيط ايزا كوتون جولد وده اسمك اكتر حسب بقى المشروع اللي انت عايزاه. يعني هتستخدميه في ايه؟ تستخدمي تنضيل كده رفيع ولا المفروشات ولا ايه؟ ده اسمك واحد فيهم، وده هستخدم معاه ابرة رقم 3.5 ملي متر. تمام، هتختاري الابرة والخيط اللي انت عايزاهم. انا هستخدم خيط مصر البيضة النهاردة. الخيط هنا كده وهمشي هلفه كده وادخل من هنا واسحب الخيط القصير ده كده عشان اقفل الدايره دي. بشد الفتله الطويله دي معايا بتقفل كده. هعمل 7 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7. هاخد لفه، هعد من بعد الابره 1 2 3 4 وفي خامس هعمل عمود. لو انت جديده معانا في القناه ممكن تشوفي قايمه عاملينها من اول مسك الابره وازاي تختاري الخيط وبدايه تعليم الكروشيه خالص. لو مش عارفه توصليها قولي لي في التعليقات وانا احطها لك في التعليقات. هاخد لفه واطلع من لفه واحده، لفه واطلع من لفتين، لفه واطلع من لفتين. انا عامله عمود مطول، هاخد لفه وادخل في نفس السلسله، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقه واحده، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين، لفه وادخل في نفس الحلقه، لفه واخرج، لفه واخرج من حلقه واحده، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين. انا كده عملت 3 اعمده في سلسله. هاخد لفه في السلسله اللي جنبيها، هعمل برده 3 اعمده، نفس 3 اعمده، لفه، لفه واخرج من حلقه، لفه واخرج من حلقتين، لفه واخرج من حلقتين. ادي واحد، واعمل عمود تاني في نفس السلسله وعمود ثالث في نفس السلسله. هعمل 2 سلسله وهاخد لفه، وفي اخر سلسله عندي هدخل هنا واعمل برده 3 اعمده. هدخل كده واخد لفه، لفه اخرج من حلقه، لفه اخرج من حلقتين، لفه اخرج من حلقتين، لفه وهدخل هنا، لفه واخرج، لفه واخد لفه، حلقتين كده. عملت ايه؟ عملت 7 سلسلة. جيت خدت لفة ودخلت في خامس سلسلة، عملت 3 اعمدة، وفي سادس سلسلة عملت 3 اعمدة، وعملت 2 سلسلة، وعملت 3 اعمدة بعديها. ده رقم السطر. هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهاخد لفة وهلف الشغل. في الفراغ اللي هيقابلني ده هعمل 3 اعمدة. عملت العمود القديم. لو انت عايز تعملي عمود عادي تمام، عايز تعملي عمود ولفتين تمام، مش هتفرق. كده 3 اعمدة، 2 سلسلة،
ثلاث أعمدة في نفس الفراغ. واحد، اتنين، تلاتة. نركز بقى في الجزئية اللي جاية دي. دلوقتي أنا عملت في الفراغ تلات أعمدة، سلسلتين تلات أعمدة، وده هيفضل معانا طول الشغل. اللي هنعمله بعد كده، عندي هنا في سلاسل في الآخر، وعندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يعني عندي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة أعمدة والسلاسل في الآخر، تمام؟ هاخد فوق كل عمود، هدخل هعمل عمود. آدي العمود رقم واحد، العمود رقم اتنين، العمود رقم تلاتة، العمود رقم أربعة، العمود رقم خمسة، العمود رقم ستة. هاجي فوق آخر اللي هي السلاسل دي اللي هي بتاعة البداية بتاعة السطر اللي فات، هعمل هاخد لفة، وفي أول سلسلة هنا هعمل تلات أعمدة. آدي واحد في نفس السلسلة، اتنين في نفس السلسلة، تلاتة، وده تاني سطر. هعمل ثلاث سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة وهلف الشغل. هاخد لفة ادخل هنا فوق اول عمود عندي، وهاخد لفة واعمل عمود، وهاخد لفة وادخل فوق نفس العمود واعمل عمود. انا كده عملت ايه؟ تلات اعمدة فوق اول عمود. من العمود هنا لغاية هنا اهو، هعمل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل للفراغ. هعمل عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل للفراغ، تمام؟ هعمل عمود فوق كل عمود لغاية الفراغ هنا. عملت عمود فوق كل عمود، جوه الفراغ ده هعمل تلات اعمدة، اتنين سلسلة، تلات اعمدة. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة في نفس الفراغ، اتنين سلسلة، تلات اعمدة في نفس الفراغ. ادي واحد، اتنين، تلاتة، وده السطر رقم تلاتة. واربعة، هعمل تلاتة سلسلة عشان اعمل ارتفاع، واحد اتنين تلاتة، وهاخد لفة وهلف الشغل. هدخل جوه الفراغ ده وهعمل عمود، اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، وقلنا دي هتفضل معايا طول الشغل. اتنين سلسلة، تلات أعمدة كمان في نفس الفراغ، هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة هعد من تحت، واحد اتنين تلاتة أربعة خمس أعمدة هسيبهم، وفي رقم ستة هدخل وأعمل عمود. اتنين سلسلة، هاخد لفة وفي نفس العمود اللي أنا عملت فيه هعمل عمود. ده أول مثلث أو حرف فيه أنا عملته. هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هاخد أسيب عمود اتنين تلاتة أربعة، وفي رقم خمسة هدخل وأعمل عمود. اتنين سلسلة، في نفس العمود هعمل عمود، برضو عملت حرف في ودي في اللي معايا. هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة هسيب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وفي آخر عمود هنا اللي هي السلاسل بتاعت بداية السطر اللي فات هعمل عمود، اتنين سلسلة، عمود في نفس العمود. هعمل ثلاثة سلسلة، واحد اتنين تلاتة كارتفاع، هاخد لفة وهلف الشغل. في الفراغ اللي هيقابلني ده
هعمل اتنين عمود، ادي واحد اتنين في نفس الفراغ، اتنين سلسلة وتلات اعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة. هاجي في الفراغ اللي جنبيها ده هروح عاملة حشو، هاخد لفة في الفراغ اللي هو الفي او السبعة اللي بعديها هعمل تلات اعمدة، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، تلات اعمدة في نفس الفراغ. اتنين تلاتة، حشو في الفراغ اللي جنبيها. في الفراغ اللي بعده هعمل تلات أعمدة، تلاتة ده اتنين سلسلة، تلات أعمدة في نفس الفراغ. حشو في الفراغ اللي جنبه تلاتة سلسلة. هاجي هنا اهو عندي تلات أعمدة، فوق كل عمود هعمل عمود، واحد اتنين تلاتة، جوه الفراغ هعمل تلات أعمدة سلسلتين، تلات أعمدة اللي هي الصدفة بتاعت كل مرة، أجي واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، تلات أعمدة في نفس الفراغ، أجي واحد اتنين تلاتة. ده السطر رقم خمسة. رقم ستة هعمل تلات سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهاخد لفة وهلف الشغل. جوه الفراغ ده هعمل تلات أعمدة، تلاتة اتنين سلسلة، تلات أعمدة، ادي واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة، تلات أعمدة في نفس الفراغ، ادي واحد اتنين تلاتة. عندي بعد كده ست أعمدة، هعمل فوق كل عمود عمود، هدخل فوق العمود الأولاني وأعمل عمود، أدي واحد عمود فوق العمود اللي بعده، اتنين عمود فوق العمود اللي بعده، تلاتة انا بقيت تلاتة اهو، ادي لسه تلاتة عمود فوق العمود اللي بعده، اربعة عمود فوق العمود اللي بعده، خمسة عمود فوق العمود اللي بعده، ستة. هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هياخد لف، هسيب دول واسيب الاعمده واجي في الفراغ ده بتاع الصدفه دي هعمل عمود، اتنين سلسله، عمود في نفس الفراغ، تلاته سلسله، هسيب الاعمده دي والاعمده دي واجي في الفراغ ده واعمل عمود، هو الفي اللي تحت ده، اتنين سلسله، عمود في نفس الفراغ، اتنين سلسلة، هاجي في اخر فراغ ده هعمل عمود، لا هنا تلاتة سلسلة بينهم، تلاتة سلسلة بين
الفي. اخر عمود هعمل اخر فراغ هعمل فيه عمود من سلسلة عمود في الفراغ وده سطر رقم 6. هعمل نفس السطر الرقم اللي هو اللي قبليه ده اللي هو رقم 5. هعمل 1 2 3 سلسلة وهلف في الشغل. هدخل هنا اهو في اول فراغ وهعمل عمودين 1 2 2 سلسلة 3 أعمدة في نفس الفراغ 1 2 3. في الفراغ اللي بعديها هعمل حشو. في الفراغ اللي هو الفي هعمل عمود 2 3 2 سلسلة 3 أعمدة في نفس الفراغ. ادي 1 2 3. حشو في الفراغ اللي جنبيها 1 هاخد لفة. وفي الفراغ اللي فيه هعمل 3 أعمدة اتنين سلسلة وتلات أعمدة في نفس الفراغ. هعمل حشو في الفراغ اللي جنبيها وهعمل 3 سلسلة 1 2 3. عندي هنا أعمدة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تسع أعمدة. هعمل فوق كل عمود عمود. أجي عمود فوق أول عمود عمود فوق تاني عمود. هكمل عمود فوق كل عمود لغاية الفراغ. جوه الفراغ هعمل 3 أعمدة سلسلتين 3 أعمدة زي كل سطر كده. عملت 3 أعمدة 1 2 و3 أعمدة في نفس الفراغ. أدي 1 2 3. تلاتة سلسلة 1 2 3. هاخد لفة وهلف الشغل. في الفراغ اللي هيقابلني ده هعمل سطف عبارة عن 3 أعمدة 2 سلسلة 3 أعمدة في نفس الفراغ ده. 2 سلسلة 3 أعمدة في نفس الفراغ 1 2 3. عندي أعمدة هعمل فوق كل عمود عمود. هدخل في العمود الأولاني وهعمل عمود فوق العمود التاني وهعمل عمود. هكمل عمود فوق كل عمود لغاية ما أعمل إيه لغاية ما أوصل هنا أهو. عمود فوق كل عمود هعمل 3 سلسلة 1 2 3. في الفراغ اللي هو بتاع الصدفة ده هعمل عمود 2 سلسلة عمود في نفس الفراغ 3 سلسلة. في الفراغ الصدفة اللي بعديه هعمل عمود 2 سلسلة عمود في نفس الفراغ 3 سلسلة. في الفراغ اللي بعديه هعمل عمود 2 سلسلة عمود في نفس الفراغ. والسطر اللي بعديه هيبقى تكرار السطر اللي قبليه كده. السطر رقم 8. 3 سلسلة هاخد لفة. في الفراغ ده هيعمل 2 عمود 1 2 2 سلسلة. وفي نفس الفراغ هعمل 3 أعمدة. ادي 1 2 3. هدخل في الفراغ اللي جنبيه ده وعمل حشو
ما هي ايه كده، هعمل حشو، هاخد لفة في الفراغ اللي جنبيه وهعمل عمود. ادي واحد، اتنين، تلاتة، واتنين سلسلة، وتلات أعمدة في نفس الفراغ. اتنين، تلاتة، حشو في الفراغ اللي جنبيه، هكرر ده في هنا اهو برضو، هعمل حشو في نفس في الفراغ اللي بعده، وهنا هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هعمل عمود فوق كل عمود من الأعمدة دي. السطر اللي جاي هنغير، تمام. ادي واحد، ادي اتنين، هكمل لغاية الفراغ عمود فوق كل عمود، وجوه الفراغ هعمل تلات أعمدة سلسلتين، تلات أعمدة فوق كل عمود، جوه الفراغ هعمل تلات أعمدة سلسلتين، تلات أعمدة. السطر اللي بعديه هنبدأ نغير. لو انت حابة ان انت تكتري عرض عن كده ممكن تكتري، هقولك ازاي. من سلسلة تلات أعمدة في نفس الفراغ، ادي واحد، اتنين، تلاتة. ده دلوقتي سطر رقم تسعة بالمنظر ده. حابة تكرري نفس السطرين دول، اللي هو السطرين دول والسطرين دول، تكرري تاني 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 بحيث انت تتعرضي المسافة دي، تمام. حاجة ترجع لك يعني، انت ممكن تكرري وبعدين تعيدي بقى، ترجعي الخطوه اللي انا هعملها دي عشان تبداي تمشي نفس العرض. يعني بصي هي دي هيبقى عرضها اهي كده، خلاص. انت لو زودتي نفس الصفين دول، زودتيهم كده 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 كده، هتلاقي العرض معاكي قاعد بيكبر بيكبر بيكبر. كنا عملنا مفرش شبيه للحركه دي، وجميل جدا ان انت عايزه ترجعي له. انا هستفرب كده العرض وهبدا اعمل الخطوه اللي جايه. 10، 3 سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة وهلف الشغل. جوه الفراغ هعمل صدفة عبارة عن عمود، اتنين، تلاتة، اتنين سلسلة، تلات اعمدة في نفس الفراغ. ادي واحد، اتنين، ادي اتنين اهو، تلاتة. ومش هرجع اعمل عواميد فوق العواميد، لان انا ايه خلاص بقى ايه هستكفي بالعرض ده. هعمل ايه؟ هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، هاخد لفة، هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اسيبهم، وفي العمود رقم ستة هعمل عمود. ادي واحد، وبعد كده هعمل اتنين سلسلة وهاخد لفة، هعمل عمود في نفس العمود اللي هو الفي بقى الجديدة. تلاتة سلسلة، هاخد لفة وعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هسيبهم، وفي رقم ستة هعمل عمود. ادي عمود واتنين سلسلة وعمود فوق نفس العمود. تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهياخد لفة، اعيد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وفي اخر عمود اللي هو رقم ستة هعمل عمود، اتنين سلسلة، هعمل عمود فوق نفس المكان. كده انا عملت التلاتة دي بتوعي جداد، خلاص اهو. مش هكمل بقى هنا اهو، هرجع تاني. خلاص احنا عرفناه بقى. هعمل تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهاخد لفة وهلف الشغل. في الفراغ ده هعمل اتنين عمود، واحد اتنين في نفس الفراغ، اتنين سلسلة، وتلات اعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة. هعمل حشو في الفراغ اللي جنبيه، في الفراغ ده هعمل تلات أعمدة،
اتنين، تلاتة في نفس الفراغ اتنين سلسلة، وتلات أعمدة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة. حشو الفراغ اللي جنبيها هنا اهو، تلات أعمدة تلات سلسلتين تلات أعمدة، وحشو في الفراغ اللي جنبيها تلاتة سلسلة. هعمل عمود فوق كل عمود بالتلاتة، واحد اتنين تلاتة. جوه الفراغ هعمل تلات أعمدة، واحد اتنين تلاتة، اتنين سلسلة وتلات أعمدة جوه نفس الفراغ. ادي واحد اتنين تلاتة. فهمنا ايه الفكرة؟ هعمل تلاتة سلسلة، هاخد لفة جوه الفراغ ده تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة اهي. هنا عندي ستة أعمدة فوق كل عمود عمود، هعمل فوق كل عمود ادي عمود، وفوق كل عمود عمود. عملتهم تلاتة سلسلة، واحد واحد اتنين تلاتة سلسلة، هاخد لفة جوه الفراغ ده هعمل عمود اتنين سلسلة، عمود في نفس الفراغ تلاتة سلسلة في الفراغ ده اتنين في عمود اتنين سلسلة، عمود في نفس الفراغ تلاتة سلسلة في آخر فراغ عمود اتنين سلسلة، عمود فوق نفس الفراغ. تلاتاشر تكرار حداشر بس زيادة الأعمدة، تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة، هاخد لف ولف الشغل جوه أول فراغ اتنين عمود اتنين سلسلة تلات أعمدة في نفس الفراغ، واحد اتنين تلاتة. حشو في الفراغ اللي جنبيها، في الفراغ اللي هو الحرف V هعمل تلات أعمدة، اتنين سلسلة تلات أعمدة في نفس الفراغ، حشو في الفراغ اللي جنبيها. في آخر فراغ هعمل نفس الحركة، تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة، وحشو في الفراغ اللي جنبيها تلاتة سلسلة، عمود فوق كل عمود من اللي قدامي، أعمل عمود فوق كل عمود، وفي الفراغ هعمل تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة. السطر اللي بعده اللي هو 14 و15 هيبقوا تكرار السطرين دول، اللي هو هعمل تلاتة سلسلة تلاتة في الصدف اللي في الفراغ، تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة، عمود فوق كل عمود، وبعدين تلاتة سلسلة في الفراغ ده هعمل عمود سلسلتين عمود، تلاتة سلسلة في الفراغ ده عمود سلسلتين عمود، تلات سلاسل في الفراغ ده عمود سلسلتين عمود. هرجع السطر اللي بعديه هعمل نفس السطر ده اللي هو تلاتة سلسلة في الفراغ اللي هيبقى عندي حرف الفي، هعمل اتنين عمود سلسلتين تلات أعمدة، حشو في الفراغ ده تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة، حشو في الفراغ اللي بعده تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة، حشو في الفراغ اللي بعده، وبعدين عمود فوق كل عمود، وفي الفراغ تلات أعمدة سلسلتين تلات أعمدة لغاية ما أكون جزئية زي دي بالظبط. هعمله وأرجع لكم. عملت السطرين اهو، السطر ده والسطر ده، وعملت عواميد كده اهو هنا. السطر بقى اللي بعديها اللي هو بقى تكرار السطر ده، هنرجع بقى من اول تاني. انت عملت خلاص تلات مجموعات،
ادي مجموعه 2 3 هنبدا بقى نرجع تاني. السطر رقم 16 هعمل 3 سلسله 1 2 3 وهاخد لفه وهلف الشغل. هعمل 3 اعمده 2 سلسله 3 اعمده في نفس الفراغ. واحد اثنين ثلاثة، نفس اللي هنا بالظبط، ثلاثة سلسلة هاخد لفة هسيب اعد من هنا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وفي رقم ستة هعمل عمود اثنين سلسلة عمود في نفس الفراغ، اثنين سلسلة ثلاثة سلسلة صححوا كده معايا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وفي رقم ستة هعمل عمود اثنين سلسلة وعمود في نفس الفراغ في نفس العمود ثلاثة سلسلة، وهاجي هنا في اخر عمود اللي هو رقم ستة هعمل عمود اثنين سلسلة عمود فوق نفس العمود. السطر اللي بعده رقم 7 3 سلسلة هاخد لفة وهلف الشغل، في الفراغ ده هعمل عمودين وهكمل بقى بنفس النمط بنفس الطريقة، 2 سلسلة 3 أعمدة في نفس الفراغ. وهعمل حشو في الفراغ اللي جنبيها وهكذا. بس بقى كنار جميل في منتهى الجمال، سهل وسريع ولذيذ. ممكن تعمليه على فكرة على حرف على ياقة فستان رقبة يعني، او ممكن تعمليه اهو هو مستقيم كده اهو، تعمليه حرف مفرش لنيش بقى للبوفيه للتسريحة لكنار مفرش من السرير او مراية لجيب تطوليها، تقدر تعمليه حاجات كتير وتشتغلي بقى بخطوة اللي احنا قلنا عليها. يارب يكون عجبكم وسهل عليكم، لا تنسوا الفيديو بحبكم جدا، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.